جديد في قناة وصفات سوسول. وصفة اليوم راح تكون صابلي بالطليان. نبدأ بالمقادير على بركة الله. هنا عندي 500 غرام ماكرون، هنا تبالكم بزاف غيمين قطعتها كبطة تعاونني. ولا هنا عندي كاس تاع المايزينا، كاس سكر، نقص منها جوج مغارف باسكو راح ندير الطليان وتجينا حلوة بزاف. باكي تاع لا ليفور، عفوا نص باكي تاع لا ليفور باش ما يطلعناش بزاف، وخمسة اصفار وبيضة كومبلي. وهنا عندي زست تاع البليل، نقول لكم على درتها كيما هكا. وعندي فرينة على حسب ما تحتاج العجينة. هنا درت لو زست في لابواط تاع لافاني، كي تكمل لكم لافاني ديروا لو زست هنايا يعطيكم واحد لوكو شبه بزاف. نبدا اللونة، نجيب الباتور بريميامون، نكسر البيض مع المارغارين. بريميامون عفوا نطلع المارغارين نخلطها بالباتور مليح حتى ترجع لي على شكل بوماد، ونرجع نكمل معاكم لا غوسيت. هنا بعد ما خلصت المارغارين بيان، دوك نزيد لها السكر هنا يا اللي تبغي تستر من السكر كلاص، ما ديرهاش مع المارغارين، تقدر تخليه حتى دير البيض. من هنا ميرا عندي سكر كريستاليزي، بغيت نديره معاه باش هنا درت 3 تاع صفار ونزيد زوج اللي بقاولي. نجيب حاجه باش ندير فيها الخيار. نخلطو في المارغرين والسكر والبيض اللي درناهم، لازم نخلطوهم بيان. هنايا انايا كبرت هنايا استعملت هذه عريضه، ثم من الاحسن تستعملوا تكون ضيقه باش المارغرين ما تلقاش وين تهرب. انايا استعملت هذه شويه قبلتني، مين ثم حاولت تستعمل وحده سلادي ولا اي حاجه تكون ضيقه نخلطوها. كيما هكا بيض وغنزيد زيست. عندكم تجربوا هاد العفسه تاع ديروا الزيست في هادو لي بواط تاع الفاني، عندكم واحد الريحه تاع الفاني مع السيترون.
نبدا نزيد في المايزينا نجيب عرفه نزيد منهم لازم نديروها كيما هكا الا كنا حنا نخدموا باليد نفرغوها ملي الا خدمنا بالباطيه نديروا لها هكا باش ما تطيرش البصل تاعها. رجعت لكم بعد ما لميت العجينة زدت لها الفرينة وزدت لها نص باكي تاع لاليفير شيميك خليتها ريحه لي 10 دقائق هنا خبطت لي قريب كيلو ورطل الفرينه وانتم على حساب الفرينه تاعكم الا كان تشرب راح تعطيكم اكثر ولا كان حجر يمكن تاخذ لكم نسبه قليله هنا نوريكم العجينه هنا لازم ديروها في ساشي تاع الخبز هادو ولا الباكي فيم تجيبكم هنا هادو لي ساشي تاع الخبز ولا شوفوا تحصلوا على العجينه تكون طريه نرجعو نرفيوها باش تبقى محافظة على الطراوة تاعها ولا نخدمها بيت وبعديها بالروبا باتيسيار نخليها من الماء ديرها شوية تاع الفرينة باش ما يلصقليش لازم الصوت تاعها ما تكون عالي ما يكون هابط حاجه تاع 5 سنتيمتر هكا مليح تخدموا في هذو لي بابي هكا باش تساعدكم العجينه ما نبقاش نزيدو توجور في الفرينه هكا صافي راح يجينا يابس سي بون هكا بزاف هنايا نديرو هذا المول الفرينة هذا هو المول اللي حنستعمله مش حنستعمل اشكال هنا قلت لي موتكم مش حنستعمل اشكال راح نستعمل غير هذا المدور وممكن ترجع لكم كي يلصق لكم ديروه في الفرينة نحيو هاد النشيد واش ديرو كي تنحو هاد النشيد عاودو خدمو بيهم تتكملو عاودو روحو تجيبو عجينة جديدة دوك نوريكم في البلاطو انا نطيبهم ونرجع نكمل معكم التزيين تاع الصابلي هنا رجعت لكم بعد ما طاب لي الصابلي شوفوا هنا لازم نطيبوه دوغي الصابلي غير نشوف ما يطيبش وهنا بالنسبه للكريمه اللي راح نحشي بها درت كاس تاع الحليب زدت معاه نص مغرف فرينه ونص مغرف مايزينا وجوج مغارف سكر بما اني دايره الطليه والسوفي غلاس عفوا والسكر في الصابلي مش حابه نزيد السكر بزاف ودرت له سيس دو سيترون باش يجيني لوكو تاع سيترون هنايا ندير شويه كريمه بعد ما خلوها تبرد باش تستعملوها نعمل لوكو تاع شباب هنا نتنطلع هنا بالنسبه للطليه درت 3 بياض البيض ودرت معاها مغرف الزيت ونص كاس تاع ما زهر وعصير تاع ليمون ما نحددلكمش باسكو قد ما ديروا فيها الليم قد ما تجيكم شابه
وما تجمد لكمش الطليان. بالنسبة للسكر درت 700 غرام سكر، خرج لي مع 3 تاع البياض. نبدا تخمي على الدم راسي. خلوها حتى ينشف لكم الطليه مليح، لا بغات تخلوها حتى 4 سوايع 5 سوايع حتى تنشف لكم الطليه. الطليه ماشي كيما الشوكولا بلون، عفوا تجمد بالخف، طول باش تنشف. هنايا درت شويه تاع الطليه، زدت لها سوخي غلاس باش تحكم لي، راح ندير بها خطوط. هاد العمليه خلوها حتى تنشف بيان الطليه باش ديروها. هاد الورد سبق وخدمت معكم بها، ها من عند البيبو الكاطو. ان شاء الله يكون عجبكم الديكور تاع اليوم. انا نكمل الكلاصي كامل حبات عندي، نخليهم ينشفوا كيما قلت. تنشف الطليه باش ديروا هاد الخطوط، تنشفوا بعد ما تنشف لي الطليه بيان ندير لها ديكور. نكمل كامل الديكور تاع الحبات اللي عندي ونرجع نوريه لكم في طبق التقديم. وفي الاخر هذا هو صابلي بالطليه اللي درته معكم، كيما تشوفوا في الديكور زدت شويه تكريم كامل ونعمل ديكوراسيون. ان شاء الله تعجبكم الوصفه تاع اليوم وتجربوها، ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعيل جرس الوصول.